عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. احنا النهارده موجودين عند الملواني، الشارع السياحي في الداسه. احلى عبايه عايزه تاخديها لازم تيجي هنا عند الملواني. عندنا شغل النهارده حلو قوي قوي، عندنا موديلات كتير كتير جدا جدا للناس اللي عايزين تشكيل كبير، العرايس اللي بتجهز. النهارده الفيديو ده ليكم، عندنا عرض قوي جدا جدا النهارده ما شاء الله. عندنا تشكيل كبير، كل موديل ليه الوان مختلفه عن الموديل الثاني، هتلاقوا في تكرار الوان. جدا حاجه زي كده، الكم بتاعها بيبقى نازل على راحته، هتلاقوا حاجه تانيه كمها اسفل، حاجه زي كده الصدر بتاعها مفتوح، في حاجه تانيه بتبقى نص ياقه، في حاجات برضو الوان تطريز على العبايه او لون واحد تطريز على العبايه، هتلاقوا اختيارات كتير جدا. الناس اللي عايزين يجيبوا قطعه مميزه النهارده عند الملواني. هنبدا الفيديو، طبعا مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصلوا كل الاشعارات والفيديوهات الجديده. ويلا نقول بسم الله. وازيكم يا شباب منورين، زيك يا احمد ويا حسن ويا احمد ومحمود. نبدا الفيديو بتاعنا. انا موديل هنا. هنا؟ اه. الموديل ده من الموديلات الحلوه قوي اللي ليها بيوت، طبعا في الشتاء بنبقى محتاجين البيوت دي قوي. ما شاء الله الوان تطريز بلون العبايه، الجلد بتاعها برده مساحته كويسه قوي، حلو. الالوان بتاعت العبايه مختلفه من موديل لموديل، الوان التطريز بتتغير من قطعه للثانيه. ودي كمها استك، تمام؟ الكم بتاعها استك، تطريز خفيف مش بطول الكم، حاجه برده خفيفه كده حلوه قوي ما شاء الله. طبعا معانا العسلي والزيتي والكحلي والموف، تمام. دي المقاسات بتاعتها من ميديوم لغايه 2 اكس، بتلبس معانا من 70 75 لغايه 125 و120، هي بتنزل سليم على الجسم. اللي عليا ده الناس اللي بيسالوا بتلبسي كام، من اول الفيديو ده اكس لارج، المقاسات حلوه حقيقيه جدا وبتلبس فعلا لغايه 125. معانا كمان منها البترولي والنبيتي والاسود والزيتوني، الاسود بتاعها خطير قوي مع الوان التطريز بتاعته ما شاء الله. طبعا كل قطعه بتاخديها عليها الملواني، وانت بتاخدي الشغل اللي خليكي عارفه. الموديل ده اسمه هنا، للناس اللي ما بيعرفوش يعملوا سكرين شوت اطلبي اسم الموديل والمقاس واللون. احنا بنعرض لك كل الالوان اهو، تقدري برده تعملي سكرين، تقدري تبصي اللي انت عايزاه. طبعا العبايه بتاعتنا قطيفه هايدي مستورده، الخامه بتاعتها يا جماعه ما شاء الله، الكثافه بتاعتها، بصوا القطعه عامله ازاي ما شاء الله. انت تيجي تمسكي الخامه دي هتعرفي انا بتكلم عن ايه. السعر بتاعها مميز قوي، الاسعار دي مش هتلاقيها على الخامه دي ولا الفينش ده عند اي حد تاني غير عند الملواني بس. معنى ايه تاني؟ معنى مايل اللي انا لابساه. ايوه اللي انا لابساه. بص بقى اللي انا لابساه دي عايز اقول لكم حلوه قوي برده ما شاء الله، هي مفتوحه من هنا من على الرقبه، مش نص ياقه، والكم بتاعها نزل على راحته، برده التطريز كده هنا على الكم ما شاء الله، والشغل كده طرف العبايه من تحت. دي مناسبه قوي لو حد كبير، لو عايز تجيبها لحد كبير فهي مناسبه جدا. معانا منها الموف والكحلي والزيتوني وطبعا الجراي منتهى الشياكه. معاكي تشكيله في الالوان تحفه حلوه قوي قوي، تقدري تختاري ما بين اي موديل. قلنا اسمها ايه؟ تمام. معانا كمان منها ما شاء الله الزيتي، طبعا الاسود خلينا من هناك، معانا الاسود حلو قوي في درجه البيج بتاعت التطريز بتاعته، ومعانا برده النبيتي ما شاء الله ممتاز، والبترولي لون عامل زي الجينز كده حلو قوي. الزيت بتاعها ما شاء الله تحفه، تمام. قلنا بتلبس معانا لغايه 125، الخامه قطيفه هايدي مستورده، والنهارده معانا من اول 6 قطع، قطع 250. والارقام طول ما الفيديو شغال اسفل الشاشه للتواصل مع الملواني. ونشوف ايه كمان؟ جميل. النهارده عندنا موديلات كتير قوي، كملي معايا الفيديو للاخر لان احنا عندنا موديلات جديده وقمر. بص الموديل ده عباره عن مجموعه ورود كده، الوانها حلوه قوي، في منها الكحلي والبترولي والنبيتي، طبعا عظمه حلوه قوي ما شاء الله. وده من الموديلات اللي هي الكم بتاعها استك، تمام. وبرده هنا في ورده كده على طرف الكم هنا، وليها من الجناب كمان هنا في شغل، شايفين الشغل ما شاء الله حلو قوي، قطعه مميزه جدا جدا. معايا كمان منها رمادي ما لحقناش نشوفه، معانا كمان منها رمادي. الخامه بقى اللي انا بتكلم عليها كل الشغل بتاعنا كده، ومطفيه ما بتلمعش، دي قطيفه هايزي مستورده، انت بتاخدي قطعه مميزه جدا، خامه عاليه قوي وفينش ممتاز. معانا كمان منها الموف والاسود والزيتوني والزيتي، كل الوانها بجد تحفه، عايزه اقول لكم حلوه قوي. انت بتبقي ماشيه الشغل اللي في الجنب ده لما بتدي ظهرك بيبقى موجود في الجناب كمان كده، واخدين بالكم من الالوان معايا ما شاء الله تحفه، كل الوانها حلوه قوي قوي ما شاء الله. برده هي مفتوحه هنا من على الرقبه، الناس اللي ما بيحبوش الشغل على الرقبه فوق، فاحنا عندنا ما شاء الله تشكيله فيها تحفه. معانا ده اسمه ايه؟ شروق. معانا موديل شروق برده من الموديلات حلوه قوي، هي فيها الوان ورود كده، ليه خيوطه هنا من تحت الصدر، الناس اللي بتحب التفاصيل دي. بصوا الكم بتاعه بقى
الخام بتاعه هنا استك ورود كده الوان حلوه قوي مبهجه. طبعا معانا منه كده لون الزيتوني، وباقي العبايه زي ما احنا شايفين ساده، هو الشغل بتاعها على الصدر والخام بس. معانا الزيتوني والكحلي والزيتي برده ما شاء الله اللون بتاع التطريز عليه حلو قوي ما شاء الله، والموف كمان. وطبعا زي ما احنا شايفين هي هنا ليها حرده، هتلاقوا لسه في اختيارات تانية كتير، هتلاقوا الوان كتير وموديلات كتير قوي ما شاء الله. زي ما قلنا النهارده معانا شغال اسفل الشاشه، التواصل مع الملواني، الخامات كلها قطيفه هاي دي مستورده. عايزه اقول لكم بجد حلوه قوي شطفيه ما بتلمعش، بصوا درجه اللون عامله ازاي، حاجه بجد غسيل ولبس ما شاء الله. للعرايس اللي هياخده يشيله خدي كده بقلب جامد وما تقلقيش. شايفه النبيتي بتاعها عامل ازاي ما شاء الله، معانا منها نبيتي واسود وبترولي والناحيه دي كمان ما شاء الله حلوه قوي. صور الموديلات دي كلها موجوده على موديلز على التليجرام بتاعنا، كل الموديلات اللي الناس بتشتغل اونلاين تدخل على التليجرام. تمام، معانا موديل سلمى، معانا موديل سلمى. بص بقى سلمى هنا ليها شغل كده جاي بدور العبايه زي صفين الوان، تقدري تحطي اي طرحه من الالوان دي كده، تقدري تحطي لها او تحطي عليها اي لون طرحه من الالوان اللي موجوده في العبايه. هنا العبايه رستيقه، الرستيقه بتاعها ما عليهوش تطريز، يعني معانا تفاصيل مختلفة للي حابب حاجة زي كده برضو معانا، واللي حابب موديلات تانية النص ضيقة عليها شغل هنلاقي موديلات كتير. الكم بتاعها هنا نازل على راحته زي ما احنا شايفين، وش الكم ما شاء الله عامل ازاي، برضو نفس الشغل اللي موجود في الصدر. الخامات كلها قطيفة هايزي مستوردة، مقاساتنا من ميديم لغاية 2 اكس، بتلبس معانا من 75 لغاية 125. الخامة بتاعتنا ما بتطلعش يا جماعة، بصوا كده معايا هتلاقوا كل الألوان ما فيش ولا لون بيلمع، حاجه شيك قوي وراقي قوي ومناسبه للناس اللي بيبقوا عايزين حاجه مش مرفقه وفي نفس الوقت تبقى شيك. معانا منها اللون النبيتي والرمادي، وطبعا الوان التطريز بتختلف من لون عبايه للون تاني، النبيتي والرمادي والاسود والبترولي. تمام، دي معانا برده من اول الست قطع 250، والارقام طول الفيديو شغال اسفل الشاشه، التواصل مع الملواني. موديل انغام ما شاء الله، دي جميله قوي، بتقولينها كده هنا قياطه. تمام، وليها خياطه برده من تحت الصدر، تحسيها انت وانت نفسها عامله زي الدرس، حلو قوي. بس الوان التطريز على الموديل طبعا تختلف من لون للون للون، معانا منها اللون الزيتي، ومعانا كمان اللون الهارون، ومعانا اللون الزيتوني برده. هنا الكم نازل على راحته، والشغل اللي على الكم برده خفيف مش تقيل، شايفين عامل ازاي؟ حلو قوي ما شاء الله. ومعانا كمان اللون النبيتي. تمام، المقاسات ثابته في كل الموديلات معانا من ميديم لغايه 2 اكس، وكل الموديلات بتلبس معانا من 70 75 لغايه 125. مقاسات حقيقيه، مش هنقول بتلبس 125 وهي بتلبس اقل. عايزه اقول لكم بجد الشغل رائع عند الملواني، بس القطعه مميزه جدا، الالوان صريحه، الكحلي كحلي ما شاء الله، والاسود اسود دارك محترم جدا مع الوان التطريز اللي عليه حلو قوي. معانا كمان البترولي فيها ما شاء الله، حاجه عامله زي الكاجوال كده لو حابه تقابلي بيها ناس، حلو قوي. معانا كمان الموف فيها بجد ما شاء الله. شيماء يا جماعه، الموديل اسمه شيماء طبعا، حلو حلو جدا بصراحه، يعني في الوان حلوه، هو لونين ما فيهوش الوان كتير تطريز، في لونين بس، اللون الابيض والبينك، الابيض والبينك، وهي لونها كحلي، انا حسيتها موف لونها كحلي، والكم هنا نازل على راحته، للناس اللي بيحبوا كده هتلاقوا حاجات كم نازل على راحته، والناس هيلاقوا برده الكم العبايه اسفل في الموديلات التانيه. تمام، عايزه اقول لك هي مفتوحه، وباقي العبايه زي ما احنا شايفين عليها شغل كده. الوانها كتير بقى، معانا منها اللون الموف، ومعانا الاسود والنبيتي والزيتي، كل الموديلات هنا موجود منها، كل المقاسات دار الجملة، اطلب بقلب جامد، العروسة اللي بتجهز خدي وشيلي وانت مطمنة، الخامات محترمة جدا جدا ما شاء الله، الالوان كتير معاكي، والمقاسات مضمونة، مقاساتنا من 75 70 لغاية 125. تمام، احنا عندنا منها لسه الوان كتير، يعني كل موديل تقريبا عندنا بتاع 8 الوان صح؟ ايوه حلو قوي ما شاء الله حلو. معانا كمان منها الزيتوني والبترولي برده والكحلي والعسلي، وكل موديل من دول ليه الوان التطريز اللي بتمشي عليه. تمام، والنهارده معانا من اول الست قطع 250، والطول ما الفيديو شغال بسيب لكم الارقام اسفل الشاشه للتواصل مع الملواني. شايفين السمك بتاعها، احنا بنتكلم على قطيفه هايزي مستورده، حاجه محترمه جدا جدا مش هتلاقيها غير هنا عند الملواني. احنا بنتكلم على خامه، شوفي الخامه وهتلاقي السعر بجد قليل عليها. تمام، معانا منها دي اسمها ايه؟ مروة. معانا موديل مروة، بس بقى اللون ده حلو قوي، لون العبية ولون تطريز، لون البيج مع البترولي تحفة، شايفين الشغل جاي تحت كده بالطول حلو قوي، وهنا في خياطة وبعد كده تطريز بالستدي، والكم بتاعها نازل على راحته، بس الكم عامل ازاي؟ ما شاء الله حاجة محترمة قوي، معانا البترولي ومعانا الموف ومعانا الزيتوني ومعانا الكحلي كمان، عايزة أقول لكم تحفة ما شاء
شاء الله قطعة مميزة جدا، يعني لما تاخديها كده هدية ولا انت تاخديها تشيليها في جهازك او انت تاخديها تلبسيها، يعني الشتا ده يبقى قلب جامد كده، هاتي ودفي نفسك انت حلوة قوي بتدفي جدا ان شاء الله. طيب معانا كمان الزيتي الاسود والرمادي، كل الوانها تحفة. اللون ده يعني الموديل ده حلو قوي لانه اللون العباية ومر تطريز مش حاجة اوفر، يعني مناسبة للناس اللي ما بيحبوش الشغل كتير في العبايات او ما بيحبوش الوان كتير في العبايات، فالموديل ده ما شاء الله مناسب جدا. طبعا اي موديل بنشوفه النهارده من اول 6 قطع 250. هنا موديل الريشه، بس انا ما شاء الله عايز اقول لكم برده الموديلات الحلوه قوي ما شاء الله. الكم بتاعها هنا اسفل كده تطريز خفيف قوي على الكم هنا، تمام، والشغل بتاعها بس جاي كده الجزء ده، وباقي هنا عامل زي الشبكه كده في النص بس تطريز. طبعا طبعا الخطوه بتاعتها مرتاحه تحت يا جماعه ما شاء الله، وليها الفتحه اللي على السد كده مش مسيئه. طبعا كل قطعه عليها التاكيت بتاعها الملواني، عندنا منها الموف وعندنا منها النبيسي وعندنا الرمادي وعندنا الاسود كمان في التطريز العسلي زي ما احنا متفقين، كل موديل ليه لون التطريز اللي بيليق عليه، تمام. الزيتوني والزيتي وعندنا برضو البترولي والبحري، تمام. عايزه اقول لكم الوانها كلها تحفه وحاجه راقيه جدا، هي برضو لون العبايه ولون التطريز مش حاجه اوفر، ومقاساتنا حلوه قوي. ده مقاس 2 اكس، هتشوفوا كده بصوا 2 اكس عامل ازاي، يلبس مرتاح حلو جدا جدا جدا. اللي انا بقول عليه دايما المقاسات هنا حقيقيه، برضو اللي عليا اكس لارج غيرت الموديل، بس الاكس لارج عامل ازاي بيلبس حلو قوي، بيلبس مقاسات مرتاحه. ده اسمه ايه؟ طيب معانا بقى جهاد، موديل بجيب وليه كده الوان على الصدر حلو قوي، موديل كده تحسوه رايق كده، عايز اقول لكم حلو قوي بتاعه جاي الدوران ان شاء الله. الوان التطريز على الاسود حكايه تخطف العين كده، طبعا البترولي ما شاء الله حلو قوي. هنا كمان الكم بتاعنا شايفين الكم عليه تطريز، وش الكم كده واخد من نفس شكل التطريز اللي في موجود في الجيب. معانا برده هنا كمان اللون الموف بتاعها ما شاء الله خطير. طبعا كل قطعه ليها الوان التطريز، برغم ان هي عليها الوان تطريز كذا لون بس بيتغير من موديل من لون للون. معانا برده منها النبيتي والكحلي والجراي النبيتي والزيتوني والجراي والكحلي ما شاء الله الوانها كلها حلوه قوي. طبعا الموديل ده معانا كل الخامات بتاعتنا قطيفه هايزي مستورده، ومعانا من اول 6 قطع ب 250 جنيه. انا الموديل ده كمان عايزه اقول لكم تحفه حلوه قوي، هو ليه شكل كده هنا تطريز خفيف ما شاء الله، زي ما احنا شايفين التطريز جاي كده بشكل العبايه حلو قوي. وهنا كمان الموديل حلو قوي، انا بحب الموف ان التطريز اللي عليه بيبقى قريب قوي ليه، فبجد بيبقى حلو قوي. طيب كمان معانا هنا الكم نازل على راحته، وهنا مفيش اللي هي المفتوحه اللي هي المفتوحه دي حلو قوي، ناس كتير بتحبها طبعا. طيب احنا معانا منها الوان ايه، الموديل قلنا اسمه كارما، الناس اللي مش عايزين يعملوا سكرين ويطلبوا بالاسم. معانا منه اللون النبيتي والجراي والكحلي والزيتي، المقاسات بتاعتنا من ميديوم لغايه 2 اكس، يعني تلبس معانا لغايه 125. الخامات كلها قطيفه هايتي مستورده مصريه ما بتلمعش ما شاء الله. والنهارده عندنا من اول 6 قطع 250 جنيه اي قطعه معانا في الفيديو، تمام. لسه معانا فيها الوان ثانيه، طبعا كل موديل معانا فيه 8 الوان تقريبا، احنا عندنا 12 لون بيتحركوا ما بين الموديلات. معانا هنا كمان الاسود بتاعها خطير، تحسيها عبايه خروج اصلا، عايزه اقول لكم تحفه ما شاء الله. ووش الكم كله تطريز كده برده حاجه محترمه قوي حلو قوي، دي للهدايا جامده جدا. معانا الاسود ومعانا الزيتوني كمان، ومعانا برده الموف اللي انا لابساها، ومعانا البترولي طبعا شكلها تحفه مع التطريز البيج اللي عليها بجد حلو قوي بسم الله ما شاء الله. معانا موديل ياسمين ما شاء الله، برده الموديل ده معانا لجيوب كده كبيره حلو قوي، بصوا عامله ازاي، ليها شغل فروع كده جامده جدا ما شاء الله. طبعا ليها خياطه من هنا وليها خياطه من هنا، كلها تطريز زي ما احنا شايفين بس بلون واحد مش الوان كتير. هنا مفتوح كولك مفتوح كده من على الصدر، والكم بتاعها نازل على راحته، هو يا دوب برده فرع هنا نفس الشغل طبعا اللي موجود. معانا الجراي ومعانا الكحلي والبترولي والموف، وطبعا الموف هنا لون التطريز مختلف عن باقي الموديلات، لان احنا دايما بنحب نخلي القطعه اللي انت تاخديها تبقى قطعه مميزه. معانا برده منها الزيتي والنبيتي والاسود والزيتون، الاسود فيها خطير والدوابق فيها تحفه حلوه قوي بسم الله ما شاء الله، والزيتون برده مع درجه تطريز البيج بجد حلوه قوي بسم الله ما شاء الله جامده جدا. اي قطعه معانا النهارده ب 250 من بعد الست قطع ما شاء الله، وعندنا شحن للقاهره الكبرى والمحافظات، وطول ما الفيديو شغال بسيبلكوا الارقام اسفل الشاشه للتواصل مع الملواني، احنا في كداسه يا جماعه. طيب معانا الله ده تحفه الموديل ده قوي انا بحبه، عايزه اقول لكم انا اخدت منه جامد جدا جدا جدا. ده كده اول حاجه، حد يوطي لي ايده شويه يا شباب فعالين قوي. بصوا هنا نص ياقه، تمام، ونص ياقه هنا عليها تطريز زي كده،
حلو قوي، وطبعا متبطنه من جوه عشان ما تضايقكيش، والكم هنا نازل على راحته، بس برده وش الكم هنا واخد تطريز. العبايه دي تحسوها عبايه استقبال، عبايه خروج من الموديل بتاعها، بجد الموديل بتاعها تحفه قوي، حلو جدا. احنا صورنا الالوان شفناها. طيب كان معانا منها الموف والزيتوني والكحلي والزيتي، معانا كمان الليبيتي هو حلو قوي، الاسود بتاعها في العسل جامد جدا ما شاء الله. معانا النبيتي والاسود والرمادي، طبعا زي ما احنا شايفين هنا تطريز بيج، هنا عسلي، هنا ابيض، بيختلف من لون للون. معانا النبيتي والاسود والرمادي والبترولي. موديل شور، عايزه اقول لكم بقى الموديل ده انا بحبه، وعامل زي الفراشه كده من على الصدر زي ما احنا شايفين، فراشه بقى بالوانها الربيعي الحلوه دي، يعني احنا جبنا ربيع في الشتاء. بصوا بجد حلو قوي، معاها جيوب كمان حلو قوي، وبرده طرف العبايه هنا فيه بوكيهات ورد كده، حاجه حلوه قوي مبهجه، موديل رائع، وبالوانه وبالوان التطريز اللي عليه محترمه جدا. معانا طبعا منها البترولي، ومعانا الزيتوني، والموف بتاعها حلو قوي مع اللون الاصفر، التطريز اللي فيه بجد تحفه جميله قوي. ومعانا برده العسل اللي فيها بالالوان اللي عليه دي جامده جدا. المقاسات فيها من ميديم لغايه 2 اكس، تلبس معانا لغايه 125. برده معانا لسه فيها الاسود والزيتي والكحلي، يعني احنا شايفين كل لون تطريز مختلف على لون العبايه ما شاء الله. بس عندنا مقاسات كتير منها، عندنا من اول ميديم لغايه 2 اكس زي ما قلنا، تلبس معانا لغايه 125. والخامات بتاعتنا كلها قطيفه هايز مستوره. ريحانه برده الموديل ده حلو قوي ما شاء الله، حلو قوي. عايزه اقول لكم ما شاء الله كده جامد جدا جدا، شايفين الشغل عامل ازاي. هنا في خياطه من تحت الصدر، وهنا الشغل جاي من تلت الكم كده، تمام، زي ورود صغننه، حلو قوي. ومن تحت برده هنا حلو قوي ما شاء الله، معانا منها اللون الموف والزيتوني والاسود، تمام. معانا كمان منها النبيتي، عايزه اقول لكم حلو قوي ما شاء الله، زي ما قلنا الكم نازل على راحته وليها فتحتها هنا من على الصدر. ومعانا النبيتي والزيتي والبترولي، طبعا كل لون تطريز بيختلف من موديل من لون للون على حسب ما انت بتختاري. الجري بتاعها تحفه، حلو قوي ما شاء الله، بس قالوا لي التطريز على الجري عامل ازاي، حلو قوي قوي ما شاء الله، بجد تحفه، تمام. ومعانا منها كمان الكحلي بتاعها برده، بسم الله ما شاء الله حلو قوي. اي قطعه من بعد الست قطع 250 جنيه، والارقام طول ما الفيديو شغال اسفل الشاشه للتواصل مع الملاويني. ده تحفه تحفه، سيمبل جدا وشيك قوي، وفي تلبيسه حاجه بجد جامده جدا ما شاء الله. عايزه اقول لكم ده من الموديلات الحلوه قوي اللي هي بيبقى ليها شغل من الجنب، وانت ماشيه من الظهر بتلاقي افرتها معايا كده، وانت ماشيه من الظهر بتلاقي الشغل بيبقى باين عليكي وانت ماشيه من الظهر، شغلها سيمبل قوي، هو بس في الجناب كده وردات صغننه، وزي ما احنا شايفين الصدر بتاعها وردات صغننه. معانا منها الزيتوني، وشفنا الكحلي والاسود والعسلي كمان او الهافان، تحفه حلوه قوي، من الموديلات بجد راقيه جدا. طيب معانا منها كمان البترولي والنبيتي برده ما شاء الله تحفه فيها، مع لون التطريز ولون العبايه تحفه. ومعانا برده الموف فيها ما شاء الله، معانا كمان الزيتي. الموديل ده طبعا معانا حلو قوي، في تلبيسه رائع، بيلبس معانا من ميديم لغايه 2 اكس، يعني يلبس معانا لغايه 125. معانا موديل نوران، ده حلو قوي، ده اللي هي من فوق كده صدرها مربع، والتطريز جاي مع القصه بتاعت الصدر، فبجد حلو قوي ما شاء الله. برده ليها شغل هنا من الجناب، من الموديلات اللي هي لون العبايه ولون التطريز بس، فليها شغل جانبي كده يبان عليكي وانت ماشيه من ورا. الموديل هنا الكم بتاعه استك زي ما احنا شايفين اهو، تمام، الكم بتاعها استك، تمام، وليها شغل برده هنا من على الكم، حلو قوي ما شاء الله، لون العبايه ولون التطريز بس، الوانها كتير زي ما احنا شايفين، الزيتوني كمان والبترولي والكحلي والاسود. المقاسات من ميديوم لغايه 2 اكس، بتلبس معانا من 70-75 لغايه 125. معانا كمان فيها النبيتي والموف والعسلي، العسلي فيها برده حلو قوي، الزيتي فيها برده خطير. الموديل ده حلو قوي قوي ما شاء الله، وفي تلبيسه تحفه، ويلبس معانا مقاسات كويسه. ده برده معانا من اول الست قطع ب 250. موديل سهيله، عايزه اقول لكم بقى برده ده من الموديلات حلوه قوي، جميله، واخده الصدر كده، الناس اللي عايزين حاجات سامبل من على الصدر اهو، كذا موديل جم ورا بعض كده، حاجه سامبل للناس اللي بتحب الشغل ده، سامبل قوي. وبرده هنا الكم استك، وشغل خفيف جدا جدا من على الايد هنا، وطبعا ليها شغل جانبي برده يبان معانا هنا من ورا. التشكيله تحفه، الموديلات قمر قوي قوي النهارده بجد، موديلات كتير، وكذا موديل معانا النهارده جديد، وطبعا الخامات عظمه ما بتكلمش عليها، احنا عارفين شغل الملواني. معانا البترولي، ومعانا الزيتي، ومعانا الليبيسي بتاعها تحفه، والموز بتاعها خطير 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 بجد، حاجه محترمه جدا. المقاسات قلنا لغايه 125 كيلو 2 اكس. معانا كمان الكحلي والاسود
بالزيتوني والرمادي زي ما احنا شايفين، كل قطعه فيهم ليها لون تطريز بيمشي معاها، ما بنلعبش في الوان كتير عشان تلاقي لون يناسبك ولون يمشي مع القطعه. ما شاء الله حلو قوي، يعني البيج هنا مع الكحلي ممتاز، العصري مع الاسود حلو قوي، وهنا البيج مع الزيتوني والابيض طبعا مع الجري. النهارده كان الفيديو مميز، وكنا حاطين لكم موديلات كتير جدا جدا النهارده 18 موديل. النهارده بجد الفيديو كان مميز جدا، وانا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم، واتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.